في ترتيب معين بالأكل لازم يعتمد الصايم عن تناول الإفطار برمضان. المعلومة صح، يفضل أنه يبلش الصايم إفطاره بكباية مي كبيرة، من بعدها حبة لثلاث حبات من التمر وكاسة شوربة وصحن سلطة لنضمن تليين الجهاز الهضمي، وبعدها بحوالي 20 ل30 دقيقة بيقدر الصايم يبلش بالطبق الرئيسي المتوازن غذائياً. ومنشدد على أهمية الأكل بكمية وسرعة معتدلة بعد الإفطار لتجنب النصاحة، ودايماً منخلي التحلية بكميات صغيرة وبعيدة حوالي 3 ساعات عن الإفطار.